التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. كل الشكر موصول للجنة المنظمة على هذا التنظيم المميز هنا على أرضية ميدان الشارقة الإمارة الباسمة، وأيضا كل الشكر موصول لموقع الناموس على هذا النقل المميز والجميل. على البركة مشاهدينا الأعزاء، نتحرك بآخر أشواطنا الفترة الصباحية، شوطنا الثالث 30 ينطلق على بركته، وأختاميات هذه الأشواط، ختامي هذا المهرجان على البركة مشاهدينا الأعزاء. نذهب ونتابع الشاهنية على مقدمة هذا الشوط، عتيج بن علي بن راشد بالقوم من يقدم لنا الشاهنية على الصدارة وعلى المقدمة ثاني المراكز. هنا الدخول والتواجد أيضا والانطلاقة في هذه اللحظات من الذهيبة، مبارك بن راشد بالمتفيج من يقدم لنا الذهيبة على المركز الثاني، ولكن هنا الناموس أين يذهب في آخر أشواطنا في الفترة الصباحية، ولكن هنا الله الله الله، هنا الدخول أيضا والتواجد من الشاهنية على المركز الثالث علي بن سعيد بن هويدن الاكتبي ثالثا ورابع المراكز. هنا الدخول من الشاهنية عبد الله بن راشد بن حضيرم الغفلي من يقدم لنا الشاهنية على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك الدخول والتواجد من جبارة سالم بن مبارك بن عبيد الاكتبي. هكذا هي النتيجة للثلاثة المراكز المتقدمة. أعود مع الصدارة، أعود مع الذهيبة، مبارك بن راشد بن متفيد من يقدم لنا الذهيبة على مقدمة هذا الشوط. يلا يا بالمتفيد، يلا يا بالمتفيد، الناموس وين؟ لكن هناك التواجد ايضا من الظبي نواب بن نوح بن احمد البلوشي، واصل واصل بكل قوه، ولكن الكوكبه 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 الله 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 الله، ولكن هناك الدخول ايضا ايضا ما شاء الله. شوفوا التواجد من الشاهنيه سيب بن ربيع بن شاهين الاكتبي على المركز الثالث، ولكن اعود مع الصداره. اللحظات الاخيره، اللحظات الأخيرة، الناموس وين؟ الناموس وين يا إخوان؟ الناموس وين؟ الله، يا سلام يا سلام يا سلام، مع الشاهنية سيب بن ربيع بن شاهين بن ربيع الاكتبي على هذا الأداء المميز. تهانينا تهانينا، والناموس سيب بن ربيع بن شاهين الاكتبي بن ربيع الاكتبي على فوز الشاهنية بالمركز الأول. ثاني المراكز أملولة أشطيط بن مصبح بن مسعار، والمركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث هنا شاهنية عبد الله بن راشد بن حضير الاكتبي. ما شاء الله، كانت آخر الأشواط ختامية هذا المهرجان وختامي مهرجان الفطامين هنا على أرضية ميدان الذيد. تهانينا والناموس. أعود مشاهدينا الأعزاء، ساعة الوصول مع التوقيت الزمني دقيقتين و14 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز والانطلاقات النهائية لآخر هذا المهرجان. تقبلوا تحياتي فيصل محمد الكيبالي، وحيل الميكروفون إلى الزميل حمود اليمواحي. هكذا أعزائي المشاهدين كانت الانطلاقة، وكان سباق أيضا الهجنة العربية الأصيلة المقامة على أرضية ميدان الذيد بإمارة الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية بهذا اليوم الذي أيضا يأتي بختام المهرجان الثاني الذي خصص إلى سن الفطامين، التي أيضا تأتي بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأيضا متابعة أيضا من سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد. شكرا سيدي، شكرا أيضا الجميع، شكرا لسمو الشيخ صقر بن عبد الله بن فيصل القاسمي، شكرا إلى سمو الشيخ جمال بن صقر القاسمي، شكرا لمن حضر إلى هذا المهرجان، والشكر أيضا موصول إلى موقع نادي دبي لسباقات الهجن على المتابعة لهذا الحدث، والشكر أيضا موصول إلى موقع الناموس الناقل الحصري لهذا الحدث، والشكر أيضا موصول إلى قناة الشارقة الرياضية
التي أيضا تبث البث المباشر عبر أيضا هذا المهرجان. شكرا إلى أيضا الجميع، والشكر موصول إلى سعادة مطار بن علي بن هويدن لاجتبي، كما أيضا أشكر اللجنة العليا المنظمة لهذا الميدان، وتقبلوا تحيات الجميع. ومن خلف الميكروفون محدثكم حمود بن راشد اليماحي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.